احنا واللاعب عنده عرض دايما ما ما كاينش عروض ده في حالات الا توصلت انا قلنا له راه حنا هو اللي جاب قالنا كاين العروض حنا قلنا له خليك قال انا بغيت نمشي قلنا له نزلو معاك خاصك تعرف اللاعب راه ما جربش حتى حاجه ما تقولوش باغي يمشي خاصك تزوم اجيب الناس اللي راه دير ما كاينش شي مبلغ حددوا لك باش يبيع اللاعب حتى تشوفوا بعدا 250 وانا ما نجيب لنا العرض ديالو حنا ما نقدروش الا كان هو باغي يمشي حنا بغينا يبقى ماشي ما بغيناش إذا كان يبقى يجد معنا غنسوقو معاه العقد ديالو باش نشدو معاه ولكن إلا بغا يمشي ولا كاين شي عرض مزيان نشوفو مع المدرب ويعطينا الإشارة ديال المدرب لأن المدرب هو اللي عارف شنو هو شكون اللي يعرف بلاصتنا نفس الشكل ديال أبو بكر كولا حتى هو من الشكل حنا راه شفت هذا التصريح هذا تنعطيه من بعد استشارة المدرب يعني